مزيد من التحليل إذن ينضم إلينا من أنقرة محمد أوزدارك الكاتب والباحث السياسي. سيد محمد، مرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، كثير من المفاجآت حقيقة في هذه الانتخابات المصيرية التاريخية في تركيا. إسطنبول وأنقرة وأكثر المدن كثافة ذهبت إلى كليتشدار أوغلو، المناطق المنكوبة ذهبت إلى أردوغان. هناك حقيقة كثير من الأوراق التي استخدمت، هل نتوقع مفاجآت في نتائج هذه الجولة؟ شكرا لك وتحياتي لك وللمشاهدين. اهلا بحضرتك. من عاصمة تركيا أنقرة. يعني بالنسبة للناخب في المدن هم دائما يحتاجون اكثر، فكذلك هناك استقطاب نظري في المدن، وممكن هم أكثر متأثرا من الأزمات، التضخم والغلاء وأمور أخرى. ممكن لذلك هم صوتوا في المدن، مدن كبيرة خاصة في إسطنبول وفي أنقرة. إزمير عادة خزان الصوت الشعب الجمهوري، ولذلك هذا ليس مفاجأة. وأنقرة وإسطنبول كانت هناك منافسة تقريبا متوازنة، ولكن كليتشدارولو خرج فائزا في هذه المدن. وهناك يعني مناطق الزلزال صوتوا لأردوغان لثقتهم لأردوغان، لأنهم يعرفون الذي يريد أن يقيم المناطق الزلزال هو أردوغان. لذلك يعني مفاجأة عصية من مناطق الزلزال، لأن كانت مناطق واسعة شاسعة جدا، وأكثر من 12 مليون متأثر من الزلزال، ولكن غير مدينة حطاي صوتوا لأردوغان في هذه الانتخابات. قد يكون مفاجأة يعني ما يصل الأخبار. مشاركة منخفض من الجولة الأولى، هذا ممكن سببان. السبب الأول حالة من الارتياح في معسكر أردوغان، ممكن لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. ومن جهة من معسكر كليتشدارولو شيء من الإحباط من الجولة الأولى، وسيطرة ما نسمي تحالف الجمهور في برلمان، يعني تحالف أردوغان، يعني حصول على أكثرية في برلمان، ولذلك حالة من الإحباط. ولكن على رغم كل هذا نتوقع كذلك نسبة عالية من المشاركة في الانتخابات، وممكن نقول الذي نجح في يعني في حضور مؤيديه إلى صناديق الاقتراع. صحيح. نظن وهناك نقاط فارقة أيضا حدثت منذ الجولة الأولى، يعني كان هناك حالة من التأرجح بعض الشيء. بعد إعلان سنان أوغان أنه سيتجه إلى أردوغان في الجولة الثانية، كان هناك إشارة إلى أنه النتيجة أصبحت بذلك محسومة إلى الرئيس المتهي ولايته أردوغان. ثم بعد ذلك حاول كليتشدار أوغلو استمالة القوميين الأتراك والحصول على تصويتهم، خصوصا أنه المؤشرات والاستطلاعات تقول أنه أكثر من 80% من الأتراك يريدون التخلص من اللاجئين بالملايين في تركيا، فإذ ربما يصوتون أكثر ل كليتشدار أوغلو. ما رأيك في هذا الأمر؟ وهل استطاع كليتشدار أوغلو أن يحصل على عدد من المصوتين، عدد من الناخبين في هذه الجولة؟ لا أظن، لأن هناك بعض العوامل سلبية بالنسبة لكليتشدار أوغلو. أولا يعني عامل النفسي، الخسارة في برلمان والخسارة في الجولة الأولى، لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يفوز أردوغان الجولة الأولى، لأن كانت هناك بعض الاستطلاعات الشعبية ممكن بالقصد يعني أن كليتشدارولو يقود بستة نقطة أو نقاط، ثمان نقاط، ولكن في الأخير
ما خرج من صناديق الاقتراع أردوغان يعني بفارق 5 نقاط. والشيء الثاني الحصول على البرلمان من جهة تحالف الجمهور، هذا يكون على الشعب عامل النفسي، وكذلك كما تفضلت. لكن هناك 8 ملايين ناخب لم يشاركوا في الجولة الأولى سيد محمد، هذا من الصعب أن نأخذ نتائج الجولة الأولى ك يعني أمر بديهي وسيتكرر، لأن هناك الملايين الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى. صحيح، هذا صحيح، لذلك أنا أشرت إلى أن أي جهة يستطيع أن يحضر مؤيديه أكثر إلى صناديق الاقتراع فيفوز، لأن هناك كما تفضلت 12 مليون صوت لم يدلى يعني في الجولة الأولى، هذا صحيح، ولكن أنا أعد هنا بعض العوامل يفيد أردوغان لا يفيد إلى كليشترول يعني. نعم. وكذلك تأييد سينان أوغان إلى سيد رجب طيب أردوغان مؤثر، ولكن في سياسة التركية 2+2 لا يصبح 4، أحيانا يكون 5، أحيانا يكون 3+2، لأن الشعب عندنا واعي جدا ويحاسب ويقيم كل شيء وبعد ذلك يدلي بصوته. نعم صحيح، ولغة السياسة تختلف طبعا عن لغة الأرقام. أشكرك من أنقرة محمد أزدارك الكاتب والباحث السياسي على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.